السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيهاب محمد من قناة وين وكونكر. النهاردة تاني يوم إن شاء الله بتاريخ 4/11/2016 لإيفنت أندر وورلد ديفلز. زي ما انتم شايفين أنا بضرب في الوحوش. الفيديو ده يا شباب إن شاء الله هيبقى بس فيه ضرب الوحوش فقط لا غير، يعني أنا الشرح اللي فات ده كنت شارح فيه كل حاجة، لكن دلوقتي هنزل وأنا بضرب الوحوش بس. زي ما انتم شايفين كده الوحش اهو انا بضربه. يعني هما كمان مصعبين الوحوش بطريقة فظيعة. طبعا انتوا شايفين الوحوش اللي بتضرب بخمسة دي هي بتبقى بتوقع ساعات تشي، وممكن توقع لكم جيمات، ممكن توقع لكم اي حاجة، بس ملهاش لازمة يعني، فاهمني؟ الوحوش مصعبينها بطريقة رهيبة. انا مكنتش اتوقع ان الايفنت هيبقى صعب في الوحوش كده بالمنظر ده، ده انا دوبك كده ويعني باكل معاه. يلا الحمد لله. نضرب في الوحش ده. المشكلة يا شباب ان انتوا لما بتضيعوا اي وقت في الايفنت دي مش حلو. انا مش عارف اختار اي وقت، يعني بالليل الصبح بتاع حاجة مملة، الممل اكتر يجيلك واحد فخر الوحش يروح ياخده فوكس. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ده هو اللي ضايق الواحد وانت بتضرب، بعد ما تضرب يعني وبعد ما تموت الوحش يجيلك شوية الوحوش اللي جنبه دول يثبتوك. حاجة من نيلة بنيلة والله، لا تعرف تلم تشي ولا تعرف تلم اي حاجة الا لما بعد ما تموته، ويطلع لك بقى واحد اللي هو تضربه بخمسة متعرفش هذا تاخد اي حاجة تسويه. بكل تأكيد عشان انتوا تبقوا عارفين ان اي واحد هنا بيبقى بارد بروح اموت على طول، اريح دماغي عشان اعرف اخد الوحش بمزاج.
هتقول انت بتفتري ومش بتفتري، والله هو انا هقعد اضرب هنا في الوحش في الاخر، هو ياخد مني فوكس، مش هينفع الكلام ده. انا غلطان في حاجة؟ الواد أول ما شافني جري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تقريبا فاضل لي 5 دقايق ولا 10 دقايق حاجه زي كده. انا مختصر عندكم في الفيديو، جاب لكم الوحوش بس، يعني كان في خناقات وفي حاجات جوه، حاجه استغفر الله العظيم. صوت الكلاب ده كمان على الصبح كده، صوت الكلاب ده لا خلصان منهم بالليل ولا الصبح يا جماعه. والله يلا بقى، احنا في مجتمع مصري لازم تلاقي الكلاب دي بتهوى كده على طول. زمان الايفنت ده لما كان نازل يعني من كام شهر يعني كده، كنت انا تروجن يعني، كان الوحش مكان يعني ما كنتش اقدر اموت الوحش على طول، فكان قبل دقيقة في الاخر راح مرة واحدة طالع 3 ارباع دم الوحش يكون انا مخلصه، يعني يكون فاضل له الشريط الاحمر او حاجة زي كده. والله الموضوع ده كان مضايقني جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا كده انا هو مثلا فاضل لي دقيقتين ثلاثة. مع الاسف الوقت خلص وملحقتش اعمل حاجات كويسة. طبعا الستورم انت عارفينه مليان ناس بطريقة غبية، مليان ناس بطريقة مملة كمان، مش غبية جدا. نروح كده على التريجر بوكس نفتحه، سينيور تريننج بيل وبريد ستار ستون. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كده بأول حاجة الشنطة القليلة، ستون بلس 3، ستون بلس 2. نبتدي بعد كده بالشنط دي 2-1، 2-1، 3 حاجة زي كده، 3 2-1 يعني اللي هو محايد، مش مشكلة. في واحد هنا كمان، استنى كده ندوس هنا نخلص بس بتوع التشي دي. المكان فاضي واستونا بلس 3، الحمد لله. برضو موضوع مش وحش يعني، الموضوع جات او جه بفايدته. شكرا ليكم، كان معكم اياد محمد من قناه وين كونكا. ما تنساش اعجاب لصفحتنا على الفيسبوك وانضمام للجروب، وايضا اشتراك صفحتنا واشتراك قناتنا على اليوتيوب وانضمام للجروب. الى اللقاء.